بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين يا رب. ما لي سواك إلهي، ما لي سواك إلهي، إليك أرفع دعوتي، فالله يقبل من إليه أناب متوسلا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا. ما لي سواك إلهي، ما لي سواك إلهي، إليك أرفع دعوتي، فالله يقبل من إليه أناب متوسلا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا. هو صاحب الجاه العريض، هو صاحب الجاه العريض، ولم يزل عند الإله، عند الإله، عند الإله معظما ومهابا. فوق البساط، فوق البساط دنا ونودي باسمه، دس يا محمد لا تخف إرعاب. أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت الحبيب، ومن يطعك أطاعني. أنت الحبيب، ومن يطعك أطاعني. يا أكرم الخلق الجميع خطاب، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا خير الورى. ما لاح نجم في السماء النبي صلوا عليه،
صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. الله يفتح عليك، احسنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا استاذ احمد يا جميل، احسنت ما شاء الله. قال اجتهال ممتاز ومسلطن على المقام وفروعه، ونقله مصوره جميله. بارك الله فيك. مقام الهزام وبرضه داخل على فروعه، داخل متفتون علينا ما شاء الله. انت بتحب تسمع مين من المبتهلين؟ والله انا بحب اسمع الشيخ محمد عمران، الشيخ طه الفشني. ايوه، بس اللي انت قديته ده لمين؟ او قريب من مين؟ هو تقريبا قريب من واحد اسمه الشيخ رفيق علي المكلاوي. يعني الشيخ رفيق الله يرحمه، او الشيخ عبد التواب البسدي تقريبا كده. تمام احسنت واجدت، وبنصحك انك انت تتقدم للاذاعه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نصك حلو، واللغه اللي انت قدمت بيها كويسه، ومخارج حروف ممتازه، وسلطنه على المقام. تمام. هايل هايل هايل. تمام. احسنت. شكرا شكرا، بارك الله فيك.